انا بقول لك دلوقتي ان افضل غذاء على وجه الارض على وجه الكون انك تجيب التمر او البلح العجوه او الصغير وتقطعه من غير نوى، تقطعه من غير نوى وتحط عليه ايه؟ عسل نحل، وتدي للطفل الولد او البنت الصبحيه ها واحده تمره واحده بعسل من اول سن سنه لغايه الى ما شاء الله لغايه 90 سنه 100 سنه، كل الامراض تخطر على بالك. اولا البلح مع العسل، العسل بيزود امتصاص الكالسيوم 30%، واغنى عنصر بالكالسيوم على وجه الارض والحديد والبوتاسيوم هو مين؟ هو البلح. فالبلح غذاء كامل الدسم. يبقى التمره والبلح انا اديته للناس، يبقى عالجت ايه؟ هشاشه العظام، وعالجت ايه؟ الانيميا، وعالجت سوء الهضم. انا جربت مع جامع، كنت الجامع ده فيه 1000 واحد، قلت لهم انا نفسي نصيحه واحده، هناخد كل يوم 3 تمرات بس، ده الفطار بتاعنا، والغدا والعشاء كل طبق السلطه وكل اللي انت عاوزه، محشي وخضار بس اديني طبق سلطه. وبعدين جبت التقارير بتاعتهم بعد شهر، اقسم بجلال الله هذا قيل لي. اللي عنده امساك مزمن ضاع، مش حاجه اسمها امساك. خلاص؟ اللي عنده انيميا ضاعت، اتحسن الدم والدوره الدمويه والهالات السوداء اختفت. هشاشه عظام، امساك ضاع، انيميا ضاعت، هشاشه عظام ضاعت. الحيويه تدفقت، كل ده بثلاث بلحات. الناس عندنا مش فاكره ان البلح بيتاكل الا امتى؟ في رمضان. الناس عندنا ما بيجوش البلح الا امتى؟ في رمضان، لكن البلح ده بيت لا تمر فيه جياع اهله، التمر عندك في البيت طول السنه.